طيب أستاذة نادين، يعني برضو في مضاد كده في الهدايا في عيد الحب، الورد والشوكلت والدباديب قلنا بيبقوا ثلاث حاجات معبرة عن المناسبة دي. أيوة. لكن بتطلع بقى إيه حاجات تقاليع كده وترندات فمن بينها مثلا أن يتحط شوكلت وفلوس. فكرة أن أنا بدل ما أجيب هدية وأحطها مع الورد أحط فلوس، الفكرة دي من الإتيكيت في شيء ولا لأ؟ هو ممكن يكون مش عارف تفصيليا ايه اللي بيعجبها، وعادة بتبقى من الراجل للست، ممكن من الزوج للزوجة ان هو مفضاش فبس هو جاب الورد وعايزها بقى هي تنزل تجيب اللي هي عايزاه. الفكرة ان هو ما عداش اليوم، ولكن من الخطيب للخطيبة لا، ما بتبقاش لطيفة لان العيلة كلها بتبقى منتظرة تشوف هو جاب لها ايه والصحاب و و و فالفكرة ان هو لازم يجيب هدية. لو هيروح البيت عندها مش هيتقابلوا في مكان بره، يجيب هدية للبيت كله، حاجة حلوة مثلا يتشاركوا فيها أو يدخل بهدية للبيت كله، وبعدين لما يدخل بيقعد معاها بيقدم لها الهدية بتاعته. كل سنة وانت طيبة وحبيبة، وما بتكونش فلوس، بتكون هدية هو جايبها لها أيا كان، يدخل السعادة عليها ويبقى متأكد أن الدنيا كلها هتعرف هو جايبها. بالنسبة للخطيب والخطيبة، لكن مقبول بالنسبة للزوج والزوجة. للزوج والزوجة عادي ممكن يديها فلوس بشكل لطيف، مش كده يعني خدي هاتي اللي انت عايزة بيبقشش عليها، لا، هو حتة أن هو يجيب لها ورد ويقول لها خدي يا حبيبتي أنا ملحقتش أن أنا أجيب، أنت حاولي تجيبي الهدية اللي على ذوقك، أنت مقدرة أنا مشغول قد إيه. دي أحسن من أن هو يجيب هدية لا هي مش عايزاها، هو مش عارف او وقته ما سمحلوش. لا انا بتكلم ان هو مثلا ممكن يجيب هدية من السرعة هو كمان. مش هي مش محتاجاها او ما تعجبهاش، ممكن ينزل يبقى معدي قدام محل شنط ينزل يجيب لها اي شنطة ما تكونش على ذوقها ولا على مزاجها. لا، في الحالة دي ما تدبسش نفسك في حاجة ما تكونش عاجباها الا اذا كان عارف كويس جدا ذوقها وعارف الامور. خلاص بقى متجوزين بقى لهم سنين، اعتقد بعد 5 أو 10 سنين او اكتر، 15 واكتر، هما بيبقوا خلاص فاهمين. بس هو احيانا بيكون مش يعني مش مطلع على الموضه بقى بالنسبه للستات، ده مش هيعرف يعني. هو ممكن يعرف الوان اللي هي بتحبها لكن ما هو جديد محايد. هي شخصيتها ايه ويروح تبع شخصيتها، ولو هو ملوش قوي في التفاصيل الحريمي دي فبالتالي خلاص هيجيب الورد عمل اللي عليه خلاص. الفلوس بقى بس في ورد، الفلوس بقى بتكون جديدة، بتكون في ظرف يبقى مكتوب عليه كلمتين حلوين او ملفوفة بطريقة لطيفة. الفكرة ان هي بيحسسها ان انا بعملك برقي مش زي اي حد تاني. مهمة او مسألة الفلوس تكون جديدة يعني مهمة، ما تكونش قديمة ومستهلكة، يبقى عامل حسابه وكل ما فكر من قبلها كل ما كان احسن. بالنسبة للترتيب للعزومة من بره زي ما سبق وقلت، مكان يكون معروف احنا عارفينه مش هنجربه لاول مرة، اكون متفق على كل التفاصيل. ليه يكون معروف؟ عشان انا ممكن اروح مكان انا ما اعرفوش واتفاجئ ان الاكل مش حلو، يبقى كل حاجه المشروب مش حلو، ايا كان مش حلو، ما التزموش معايا انا مش لا. فعشان كده ما سيبش مسافه ان اي حاجه تحصل تعكر اليوم. انا مش عايزه اليوم انكد عليها واخدها في مكان مش لطيف او اكلها اكل غصب عنها او الكلام ده، لا. فعشان كده انا بقول حاجه انا واثقه يعني. انت لما بتروحي مثلا في هنا حلواني وعلى اول الشارع جنب تحت البيت حلواني وفي على اول الشارع، بس اللي على اول الشارع انت واثقه فيه غير ده، فبالتالي هتروحي له المشوار عشان يعني يوم زي ده ما فيش فيه مجال للمغامره. ما فيش مجال للمغامره، ولو ما عندوش عربيه ما ينزلهاش ويبهدلها بقى في المواصلات او يركبه، لازم يبقى مرتب كل حاجة، أنا هقابلك الساعة كذا ويا ريت هي ما تتأخرش عليه. وده طبعا لو مخطوبين أكتر كمان من متجوزين. وفي المرتبطين اللي مش مخطوبين، ما هي بتبقى الدنيا مفتوحة بقى لكل اللي عايز يحتفل، فالمفروض برضو إن هو يرتب معاها ويعملوا حساب الركنة ويعملوا حساب إن هم هيوصلوا الساعة كام ويبقى مرتب وحاجز من قبلها عشان ما يتحطش في موقف محرج ويروح ويقول لهم لا أنتوا ويتنج ليست ما فيش مكان. فهيبتدي من مكان لمكان ضاع الوقت. وماشي هو وهي بالأحمر والهدايا بتاعتهم الدنيا هتتفرج عليهم وفي الآخر مش هيوصلوا للهدف. عشان كده بقول الترتيب بيبقى من قبلها بيومين ثلاثة، هديته معايا جايبها ومراسي مش هيتأخر في المواصلات ويقعد اليوم، تبقى الدنيا مظبوطة. هو أحسن ما يكون إن هو تغاضى عن اليوم خالص، ممكن يبقى الأكتر والمصيبة الأكبر إن هو عمل كل حاجة وبوظها في الآخر. ما احنا مش عايزين حاجة تبوظ، ويحاول يبقى لطيف يتعامل معها بالإتيكيت الاجتماعي اللي احنا عارفينه، يفتح لها الباب. لو داخلين المكان هو بيفتح الباب وبيسبقها في الدخول لأن هو اللي عارف المكان مش هي. لا نفرق نميز بقى الجزء ده مهم جدا. تمام. يعني المفروض ليديز فيرست فبيفتح الباب وهي بتدخل، بالنسبة للمطعم أو الكافيه أو المكان اللي هم داخلينه جديد وهي الأول مرة فبيفتح الباب وهو اللي بيدخل.
وبعدين يمسك لها الباب ويقول لها اتفضلي، بيوصلها على الترابيزه اللي هم داخلين عليها. اذا كان هو عارف ذوقها بيبقى مرتب كل حاجه مع الجرسون وكله تمام، اذا هو مش عارف ذوقها بيديها مساحه ان هي تختار اللي هي تحبه. بس الفكره ان تتعامل ليدي، تتعامل برقي، تتعامل ما يحاولش ان هو يقفش او يعمل مشاكل، واللي عايزين يفركشوا يبعدوا عن اليوم ده، يخلوها اي يوم تاني، ما حبكش تبقى الذكرى في اليوم ده بتاعت الفركشه.